يا سراقة ابن مالك، يا سراقة ابن مالك، يا سراقة، لماذا بقيت في بيتك؟ ألم تسمع عن إعلان القبائل؟ أي إعلان؟ هرب محمد من مكة، وأعلنت قبائل قريش أنه من يأتيها بمحمد حياً أو ميتاً فله 100 ناقة. 100 ناقة؟ نعم، ومن كرام الإبل. وقد انطلق الفرسان في كل مكان بحثاً عن محمد وصاحبه أبي بكر الصديق. فرسان؟ أي فرسان؟ لا فارس غيري يستطيع أن يأتي بمحمد وصاحبه. حقاً، فلست مجرد فارس ماهر، بل أنت خبير في قص الأثر. والله لن تذهب 100 ناقة لأحد غيري. في مناورة ذكية سلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق طريقاً إلى يثرب لم يتعود عليه أهل قريش، فلم يستطع فرسانهم اللحاق بهما إلا سراقة بن مالك. كان سراقة ذكياً وتوقع هذه المناورة من الرسول، وبالفعل وصل إليه ورآه عن بعد. ها هو محمد وصاحبه! والله إني لأرى 100 ناقة أمام عيني. يا ويلي، ما هذا؟ كيف غاصت قدم الفرس في الرمال؟ قال أبو بكر: استجاب الله لدعوة الرسول يا سراقة حتى لا تلحق بنا. قل لصاحبك يدعو الله أن ينقذني من الموت غرقا في هذه الرمال، ولن أصيبه بأذى. قال أبو بكر: دعا لك الرسول بالنجاة يا سراقة. الآن أستطيع أن أنال منه لآخذ 100 ناقة. أيتها الفرس الملعونة، ماذا أصابك ثانية؟ قال له أبو بكر: دعا عليك الرسول ثانية لما أخلفت وعدك لنا. لن أخلفه ثانية، ادع لي يا محمد بالنجاة وخذ متاعي وزادي وسلاحي. قال رسول الله: ليس لنا حاجة بزادك وسلاحك، فهل أدعو الله أن ينجيك في مقابل أن تسلم يا سراقة؟ لن أسلم، ولكن أعدك بأن أرد عنك الناس من ورائي حتى لا يصلوا إليك. قال الرسول: حسن يا سراقة، هذا عهد بيننا، خذ فرسك وارحل من هنا. سأرحل ورب الكعبة. هم سراقة بالرحيل فاستوقفه الرسول وناداه: يا سراقة، أمتحسر أنت على 100 ناقة؟ وماذا تفيدني 100 ناقة لو غصت مع الفرس في الرمال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا سراقة، سيعوضك الله عن 100 ناقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أنا ألبس سواري كسرى؟ ملك الفرس أقوى وأغنى ملك على الأرض. رد الرسول بكل ثقة وإيمان: نعم يا سراقة، ستلبس سواري كسرى. انصرف رسول الله وصاحبه أبو بكر، وظل سراقة مندهشا مما حدث له، يفكر في هذا الوعد الغريب الذي وعده به محمد بن عبد الله. سوار كسرى؟ أنا ألبس سواري كسرى؟ يا له من وعد! عاد سراقة إلى مكة يفكر في وعد الرسول له بسواري كسرى، وفي وعده للرسول بأن يرد عنه أهل قريش ولا يخبرهم بمكانه. يا سراقة، هل لحقت بمحمد وصاحبه؟ لا، لم ألحق بهما. ولم يلحق بهما أي من فرسان قريش؟ كيف استطاع محمد أن يهرب من بين أيدينا؟
يبدو أنه دعا ربه بالنجاة. ماذا؟ تقول دعا ربه؟ وهل يستجيب رب محمد لمحمد؟ وهل يقدر على أن ينجيه منا؟ لا أعرف، دعني وشأني. ماذا حل بك يا سراقة؟ لابد أنه يتحسر على المئة ناقة. دارت الأيام وفتح الرسول مكة، عاد إليها زعيماً بعد أن خرج منها طريداً. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله طاعتك يا سراقة. تقبل منا ومنكم يا بلال. كنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان سعيدا أنك أسلمت بين يديه فور عودته إلى مكة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. حدثني رسول الله عن الجائزة التي فاتتك عندما عجزت عن أن تلحق به في رحلة الهجرة. أما زلت حزينا على المئة ناقة؟ والله يا بلال، إن الدنيا كلها عندي الآن لا تساوي قلامة من ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ودارت الأيام دورة ثانية، وفتح المسلمون بلاد فارس، وعادوا منتصرين إلى المدينة المنورة يحملون الغنائم ليسلموها إلى أمير المؤمنين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب. هل ستضع يا أمير المؤمنين كل هذه المجوهرات في بيت المال؟ قال عمر: نعم يا بلال، لينتفع بها المسلمون جميعا، وإن سعادتي بأمانة الجنود في تسليمنا الغنائم أكثر من سعادتي بالغنائم نفسها. أتعجب يا أمير المؤمنين من أمانتهم؟ لقد تعففت فتعففوا، ولو سرقت لسرقوا. قال عمر: الحمد لله أن جعلنا أسوة حسنة. يا أمير المؤمنين، قبل أن تضع غنائم الفرس في بيت المال عليك أولاً أن تعطيني حقي منها. قال عمر مندهشاً: وما حقك يا سراقة؟ سوار كسرى. زادت دهشة عمر وسأل سراقة مستنكراً: ماذا تقول؟ أتريد سواري كسرى لك وحدك؟ هذا ما وعدني به رسول الله عندما فشلت في اللحاق به في رحلة الهجرة وخسرت المئة ناقة. حقاً يا أمير المؤمنين، هذا ما سمعته من الرسول بنفسه وشهد أبو بكر عليه. وما زال عمر يتمتم مندهشاً: سوار كسرى؟ والله لن أتنازل عنهما أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. ألن تنام يا سراقة؟ أخشى أن يأتي رسول أمير المؤمنين فيجدني نائما. أما زلت تنتظر سواري كسرى؟ ليس لقيمتهما المادية، ولكني ظللت سنين طويلة أريد أن أرى وعد رسول الله لي، وقد تحقق بالفعل. وهل سيوافق عمر على أن يمنحك هذين السوارين الثمينين؟ سأظل أطالبه بهما مدى حياتي. من بالباب؟ افتح يا سراقة، أنا بلال بن رباح. بلال؟ سوار كسرى يا سراقة أرسلهما إليك أمير المؤمنين. يا الله، والله ما فرحت بشيء مثلهما قط. الحمد لله رب العالمين، ها هي بشارة الرسول لك قد تحققت، وها هو عمر بن الخطاب قد أصر على أن يفي بوعد رسول الله لك عليه الصلاة والسلام.